السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بقناة الكأس الرياضية، وإليكم هذه النشرة وإليكم الأخبار. سعادة الشيخ جوان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية يؤكد أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد قيما نبيلة. الإخريطيات يتخطى قطر ويضرب موعدا مع الريان في المربع الذهبي لكأس QSL لكرة القدم. الأكاديمية الأولمبية القطرية تحتفي اليوم بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي. مرحبا بكم. أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد العديد من المفاهيم والقيم، فهو إحياء لذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه الذي أرسى دعائم دولة قطر الحديثة. كما أكد سعادة الشيخ جوعان أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تظهر مدى التكاتف والتلاحم بين القيادة الحكيمة وشعب قطر والمقيمين على أرضها، علاوة على أنه يمثل عرسا وطنيا يفخر به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وأضاف سعادته أن شعار احتفال اليوم الوطني هذا العام أبشروا بالعز والخير يحمل دلالات ومعان كثيرة، خصوصا وأن هذه المقولة جاءت من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتكون بمثابة رسالة اطمئنان وتأكيد من القيادة للشعب على المستقبل المزدهر الذي ينتظر قطر ومواطنيها رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي زادت الجميع تكاتفا وعطاء لهذا الوطن وولاء لقيادته. كما أوضح سعادته أن العام الجاري 2017 شهد العديد من الإنجازات الرياضية القطرية في مختلف المحافل الخارجية، والتي جاءت ثمرة الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. تتواصل في صبخة مرمي بطولة اليوم الوطني للصيد بالصقور التي تنظمها جمعية القناص منافسات اليوم الثاني، شهدت ختام مسابقة قرانيس الشواهين. شارك في المنافسات 72 طيرا تنافست على التتويج بالمسابقة إلى جانب المقاعد العشرة الأولى المؤهلة إلى الدور النهائي المعروف بشوط النخبة، وتوج بالمركز الأول الطائر المملوك لمحمد حمد صالح القمرة، وعاد المركز الثاني لهلال المهندي، في حين كان المركز الثالث لفضل الكعبي. كما تأهلت الطيور العشرة الأولى إلى شوط النخبة الذي ستتنافس فيه مع العشرة الأولى لمسابقتي قرانيس الأحرار وفروخ الأحرار. منافسة قوية. أول شيء أحب أبارك الأخي محمد بن صالح القمرة، والحمد لله رب العالمين. الطير كان رغمه ما يساعده على لأنه تخبر اليوم ما في تأهيل، لكن الحمد لله ثبت وجوده وربي يحفظه وعانه اليوم. يكتمل اليوم الثلاثاء عقد الفرق المتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس QSL مع ختام مباريات المجموعة الثانية. الجولة الختامية لدور المجموعات تشهد صراعا قويا بين أربعة فرق على البطاقة الثانية بعد أن ضمن الريان الصعود أولا للنصف النهائي. إليكم جدول المباريات والقنوات الناقلة. وكان في وقت سابق قد حجز فريق الإخريطيات مقعده في الدور نصف النهائي لكأس QSL لكرة القدم على حساب فريق قطر. الإخريطيات تفوق على منافسه المباشر على البطاقة الثانية في المجموعة الأولى بستة أهداف مقابل هدف، وضرب موعدا مع الريان في دور الأربعة. رغم ترتيبه الذي يرشحه للتنافس على البطاقة الثانية للمجموعة الأولى نحو الدور نصف النهائي لكأس QSL، إلا أن قطر بدا شاردا أمام الإخريطيات وكأنه يركز أكثر على الإفلات من مخالب الدرجة الثانية ضمن دوري نجوم QNB.
احنا بعد ما توقعنا هالنتيجة، بس ان شاء الله يعني هالمباراة ما تأثر في الدوري ولا عندها تأثير قوي. يعني كنا داشين بنية الفوز، بس احنا الحين بنركز على الدوري وخلاص صفحة طويناها. لم يحفل الشوط الأول سوى بفرصة واحدة للملك بعد ربع ساعة من السجل والترقب، ليفسح المجال أمام رباعية مدوية للصواعق بدأها رشيد تبركانين بعد نصف ساعة من اللعب. أصبحت حمالة الخريطيات أكثر خطورة وأفرزت هدفا ثانيا عند الدقيقة 35، ولتثبيت رجليه في الدور نصف النهائي وجد الخريطيات طريقه نحو مرمى قطر من الكرة الثابتة، أولا عبر سعود ناصر في الجهة اليسرى لحارس قطر، ثم عبر محمد اليزيدي في الجهة الأخرى للحارس في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول. كاد الخريطيات يسعق قطر من جديد مع بداية الفترة الثانية من اللعب، لكن كرة تبركانين كانت على القائم. عنفوان الملك اضطره للرد ولو لحفظ ماء الوجه. البديل عبد الرحمن أبكر تمكن من تقليص الفريق في الدقيقة 71. لم يكن لرد فعل قطر أي يغني عن مرماه تلقي هدفين إضافيين. عبد الهادي أمين أضاف الهدف الخامس للخريطيات، وأبى أبناء العجلاني إلا إكمال الحصة بسداسية قد يكون لها الأثر الإيجابي على أداء المجموعة في الدور نصف النهائي، وأكثر في سباقه للإفلات من المراكز السفلى في الشطر الثاني من دوري نجوم كيو إن بي. لمركز أخبار قناة الكأس، محمد زجار. وفي مباراة ثانية تغلب فريق الغرافة على السيلية بأربعة أهداف دون مقابل. الفوز مكن الغرافة من الاحتفاظ بصدارة المجموعة الأولى والتأهل بالعلامة الكاملة. افتتح الغرافة باب التسجيل مبكرا عبر عبد المجيد الديري في الدقيقة 9، وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف عمرو سراج الهدف الثاني لفريقه. عمرو سراج سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 82، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق أكمل ناصر الكعبي رباعية الغرافة. وفي مباراة غير مؤثرة في حسابات التأهل تفوقت حيل على الخور بثمانية أهداف دون مقابل. أحرز المغربي يوسف العربي ستة أهداف وأمضى على الهدفين الآخرين محمد موسى من ركلة جزاء وأحمد السبيعي في الشوط الثاني من اللقاء. في الدوري القطري لكرة الطائرة تفوق الشمال على السد بثلاثة أشواط مقابل شوط. في الأثناء حقق قطر فوزها الثاني في البطولة وجاء على حساب الغرافة بثلاثة أشواط. شهد اللقاء سيطرة كاملة للملك الذي حسم الشوط الأول بفارق 8 نقاط وبواقع 25 نقطة ل17 نقطة، ولم يختلف السيناريو في الشوط الثاني الذي انتهى لمصلحة قطر. النجاح اكتمل في الشوط الثالث وانتهى لمصلحة قطر ب25 نقطة مقابل 19. بهذا الفوز رفع قطر رصيده إلى 6 نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن الريان المتصدر، في حين تجمد رصيد الغرافة عند النقطة الثالثة. يعتبر فوز مهم بالنسبة لنا احنا الغرافة، تعتبر من بين الفرق الجيدين الموسم هذايا، محترف عندهم ممتاز، كذلك عندهم معناها لاعبين لاعب من الجيش واللاعب المقيمين نفس الشيء، لاعب على مستوى متميز. بالنسبة لنا احنا الغرافة ربح مباراة وخسر مباراة، ونحن نفس الشيء ربحين مباراة وخاسرين مباراة. كانت مباراة لنا احنا مش تعطينا مهمة للفريقين لمحالة، والانتصار اليوم يعطينا دفع أكثر مش نكملوا نخموا في بقية المشوار. الأمانة فريق تقدر تقول يعني أول مرة احنا نلعب بخمسة جداد فارق الخبرة شوي لعب دور. الأمانة فريق نادي قطر ما شاء الله يعني أطوال وليله الله يعني كلهم متناسقين مع بعض. احنا للأمانة كان أداءنا ضعيف، ما اقدر اقول لك سبب، لكن هذه اللي يعني هذه معطيات اليوم يعني، والحمد لله يعني نحاول نصحح الاخطاء اليوم
والمرات الجايه، وان شاء الله يعني المباريات الجايه تكون ادائها افضل. وفي لقاء تحت شعار التعويض تفوق الشمال في الشوط الاول على حساب السد ب 25 نقطه ل 17. الزعيم عاد بقوه وكسب رهان الشوط الثاني ب 25 ل 19، لكن الشمال انتفض في ثالث الاشواط ب 25 مقابل 15 قبل ان يتعملق في الشوط الرابع وينهي المباراه بثلاثه اشواط مقابل شوط. عزز الوكرة موقعه في صدارة كأس الاتحاد لكرة اليد بعد الفوز على العربي بفارق هدفين. الجولة الجديدة التي أقيمت في الصالة المونديالية بمدينة الدحيل سجلت انتصارا صريحا لفريق الدحيل على حساب الأهلي وأفضلية واضحة لقطر أمام الخور. سادس أسابيع كأس الاتحاد لكرة اليد جاءت نتائجها مثيرة بمباريات كانت واعدة، وشهدت المرحلة تعزيز الوكرة للصدارة وتألق الدحيل وقطر. شهد اللقاء الأول بين العربي والوكرة ندية ومتعة وتكافؤا في مستوى الفريقين، أسفر عن تعادلهما في شوط المباراة الأول ب 13 نقطة لكل منهما، وضع استمر في أغلب فترات الشوط الثاني بتفوق طفيف للوكرة الذي جابها فريقا منظما ومتماسكا في الدفاع بالنسبة للعربوية. أداء العربي الجيد لم يشفع له في إنهاء اللقاء متفوقا، بل خسره بفارق هدفين وبنتيجة 27 هدفا مقابل 25 لصالح الوكر الذي عزز الصدارة. الحمد لله كنا موافقين وفزنا. نهني فريق العربي زاد على المقابله الكبيره اللي قدمها. الحقيقه لعبنا مقابله سيئه جدا للغايه، ما كناش في المستوى اليوم بصراحه، معناتها لازمنا نفيقوا على رواحنا ونتحملوا مسؤوليتنا في المقابلات هذه، لانه كل مقابله بالنسبه لنا مهمه جدا. اللقاء الثاني بين الاهلي ودحيل شهد منافسه من طرف واحد. الدحيل تقدم من بدايه اللقاء وحتى نهايته فارضا اسلوبه وايقاعه القوي على الاهلي، فانهى الشوط الاول متقدما ب 18 هدفا مقابل 13. العميد حاول جاهدا العوده الى المنافسه في الشوط الثاني، لكن خصمه حافظ على ادائه القوي وتالقه وانهى المباراه لصالحه ب 35 هدفا مقابل 27. فنيا يعني نقول انا متوسط تقريبا، المقابله كانت في اتجاه واحد منذ بدايه اللقاء. حاولت معناتها ناكد على اللاعبين نتاعي انه يركزوا في المباراه، خاصه انه معناتها ما يلزمش يستهانوا بحتى فريق، وتعرف هذه فتره التحضيرات اللي معناتها باش تخلينا ان شاء الله جاهزين للدوري ان شاء الله. وفي مباراة أخرى تفوق قطر على الخور، إذ انتهى شوطها الأول لصالح القطروية أداء ونتيجة. ورغم جهود الخور الحثيثة في المرحلة الثانية للعودة في النتيجة، لكن قطر سير المباراة كما ينبغي وفاز بنتيجة 30 هدفا مقابل 27. لأخبار قنوات الكأس، أمير فحصي، صلاة دحيل. تحتفل الأكاديمية الأولمبية القطرية في الأثناء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي الذي انطلق في يناير الماضي. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مقر الأكاديمية الأولمبية القطرية مراسل قنوات الكأس خالد محمد. محمد، كيف الأجواء لديك وماذا عن تفاصيل حفل التخرج؟ يا مرحبا فيك وفي المشاهدين الكرام اينما كانوا. طبعا نحن نتحدث بان اليوم هو اليوم الاخير، يوم عرض رسائل او مشاريع التخرج بالنسبه للدارسين الذين انطلقت دراستهم في الاول من او في بدايه يناير. هذا الماجستير الذي يعد الوحيد في الشرق الاوسط وفي المنطقه بشكل كامل، هذا الماجستير الذي هو معتمد من اعلى واقوى الجهات في القطاع الرياضي وفي عالم الرياضه في شتى أرجاء المعمورة. نحن نتحدث عن أقوى وأميز أنواع الدراسات في عالم القانون الرياضي، وهو الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي الذي طرحته الأكاديمية الأولمبية بنسخته الأولى في هذا العام. غدا بإذن الله تعالى سيكون هو تخريج الدارسين في هذا المجال. عموما يشرفنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الأستاذ سيف النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية القطرية. يا مرحبا وسهلا، جهودكم تشكرون عليها في شتى المجالات. تحدثنا عن الماجستير، تحدثنا عن الدبلوم، تحدثنا أيضا على مستوى الدورات المتنوعة التي تقدمونها، ولكن اليوم نحن نتحدث عن ميزة جديدة، عن بصمة قطرية في عالم الرياضة وفي عالم القانون الرياضي تحديدا. الماجستير
الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي، كلمنا عن هذا الماجستير. غدا هو تتويج الدراسة لمدار عام كامل بالنسبة للدارسين، غدا ستحتفلون بأولى الدفعات التي تخرج في الأكاديمية الأولمبية في مجال الماجستير. طبعا احنا لو تكلمنا عن الدبلوم احنا نتكلم عن الدفعة الثامنة، ولكن اليوم احنا في الماجستير في بصمة قطرية في عالم القانون الرياضي. خالد، أولا أشكرك وأشكر قناة الكاس على المتابعة وعلى التغطية. طبعا اليوم يوم حاسم بخصوص الدارسين في برنامج الماجستير، راح يعرضون بحوث التخرج ومشاريع، وبالتالي عندهم لجنة تحكيم قوية جدا حقيقة من جهات دولية كبيرة، لجنة أولمبية دولية، من محكمة تحكيم كاس، من المجلس الأولمبي الآسيوي، من الأنوك، أيضا جامعتين موجودين ممثلين لجامعتين، جامعة قطر جامعة برشلونة على الطاولة، وبالتالي مناقشات حقيقة يعني قوية جدا في مجال البحوث اللي طارحينها الطلاب. اليوم احنا بما انك تكلمت عن لجنة التحكيم بالنسبة لهذه الماجستير، احنا نتكلم اليوم عن مستر برميرو اللي هو يمكن لأول مرة يأتي إلى المنطقة أو الأكاديمية، هو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية، مدير التضامن الأولمبي اللي قاعد يدعم هذا البرنامج. نتكلم عن مستر ماثيو اللي هو الأمين العام لمحكمة كاس، أسماء قوية في عالم الرياضة. الأستاذ حسين المسلم أيضا كلمنا عن أبرز الأسماء التي هي حاضرة اليوم على الطاولة، وأيضا ستكون غدا بإذن الله تعالى في حفل التخريج. حقيقة احنا سعيدين جدا بحضور هذه الشخصيات، مستر ماثيو ريب من عام محكمة كاس، مستر براميرو طبعا مدير أيضا عنده منصب ثاني مدير التضامن الأولمبي. حقيقة يعني اهتمامهم بهذا البرنامج أعطى انطباع ممتاز جدا للوسط الرياضي، بأن هذا البرنامج بدأ يحقق نتائجه وبدأ يطلع على السطح في عالم والتميز في عالم التعليم الرياضي. نتمنى أيضا بأن النسخ القادمة تكون بنفس القوة وبنفس التميز بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى غدا ننتظر مفاجأتكم في حفل تخريج هؤلاء الطلاب في وضع البصمة الأولى واللبنة الأولى في عالم الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي في الشرق الأوسط بشكل كامل. شاكرا لك أستاذ سيف النعيمي على تواجد، شكرا لكم على جهودكم الكبيرة التي تضعونها في مجال التثقيف الأولمبي في مجالات كثيرة جدا تضعها الأكاديمية الأولمبية. هذا كل اللي عندي، أعود لك في الاستديو. مراسل القنوات الكاس خالد محمد وتحدث إلينا مباشرة من مقر الأكاديمية الأولمبية القطرية، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. مشاهدي الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترتيبات خليجي 23 على قدم وساق، والاتحاد الخليجي يكثف من استعداداته لإنجاح دورة الكويت. مرحبا بكم مجددا. بارك اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المبادرة القطرية المتمثلة في نقل كأس الخليج من الدوحة إلى الكويت، واعتمد في الأثناء قرعة سبتمبر الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسي سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم، وتقرر في ختامه تشكيل وفد سيزور الكويت لمتابعة سير التحضيرات الخاصة بخليجي 23. عادت الكويت إلى البيت الدولي واستعادت امتياز استضافة كأس الخليج في دورتها الثالثة بعد العشرين. كانت هدية دولة قطر للأشقاء في الكويت العزيزة على قلوبنا، وكانت انتصارا جديدا للثقافة الرياضية العالمية ولمبادئ الفيفا كما جاء في بيان رئيسه جياني إنفانتينو. المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اعتمد بصفة رسمية تثبيت إقامة خليج 23 في موعده المحدد سلفا، ليقام بين 22 من ديسمبر وحتى 5 يناير المقبل في حضور الأشقاء من جميع دول الخليج العربي. سيحتفي الشارع الكويتي برفع الإيقاف الدولي، وعلى مدار أسبوعين ستعيد البطولة نبض الحياة من جديد إلى استاد جابر الدولي واستاد نادي الكويت، وتستعيد الجماهير ذكريات الزمن الجميل. كأس الخليج ينتصر على الخلافات العابرة ويعيد جماهير دول مجلس التعاون إلى المدرجات جنبا إلى جنب، ليكون ذلك رسالة قوية تتصدى للحصار والارتدادات الاجتماعية والإنسانية. لأخبار قنوة الكأس، سمير بوخليفة، الدوحة.
قبل أن نواصل نشرتنا نتوقف عند أهم الأحداث الرياضية في الدولة، واليوم سيكون الموعد مع قمتين واعدتين في دوري السلة القطري. إثارة السلة تتصدر أجندة اليوم الثلاثاء إلى جانب منافسات الكرة الطائرة. أسفرت قرعة بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 والمقررة إقامتها في الصين تايبي عن مجموعات متوازنة وصعبة. المنتخب العراقي وقع في المجموعة الثالثة التي وصفت بالحديدية، حيث تضم إلى جانب العراق منتخب إيران بطل آسيا 11 مرة وحامل اللقب إلى جانب منتخب الصين ومينمار. في المقابل تلعب الصين تايبي المضيفة في المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام وماليزيا والبحرين، وضمت المجموعة الثانية منتخبا أوزبكستان وطاجكستان وكوريا الجنوبية، في حين تضم المجموعة الرابعة تايلاند وقرغيزستان ولبنان والأردن. هذا وتنطلق منافسات البطولة في الأول من فبراير المقبل على أي تقام المباراة النهائية في 11 من الشهر ذاته. Championship. That is Lebanon, the quarterfinalist of AFC Futsal Championship 2000. وقبل استكمال إلى أخبارنا العالمية، نتوقف عند أهم محاور برنامج جرايد الذي يأتيكم مباشرة بعد النشرة رفقة الزميل عهد. شكرا لك جاسم، تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أبرز عناوين اخترناها من حلقة اليوم: في الراية القطرية صفقات مضروبة وأسماء خادعة تبيع الوهم، الشروق الجزائرية عنونت غالبية الجماهير غير راضية على سياسة ماجر، وعالميا الإكيب الفرنسية وعنوان نيمار يفاجئ مدربه ويواصل غيابه. تفاصيل أكثر نتابعها بعد قليل في جرائد انتظرونا، والآن نعود إلى الزميل جاسم لاستكمال نشرة الأخبار، تفضل. يتطلع الوداد البيضاوي المغربي لنهائي مغامرته في كأس العالم للأندية في أجمل صورة. بطل القارة الأفريقية يضرب موعدا اليوم مع أوراورا ريد دايموندز الياباني بطل القارة الآسيوية في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. الوداد البيضاوي بعد أن تحطمت آماله في بلوغ المربع الذهبي عقب خسارته المفاجئة أمام باتشوكا المكسيكي، يطمح في تسجيل الانتصار والحصول على المركز الخامس الذي يعد بمثابة جائزة ترضية للفريق المغربي في مشاركته الأولى. على الطرف الآخر يخوض فريق أوراوا الياباني المباراة بالطموح ذاته عقب فشله في تكرار ما فعله في مشاركته الأولى قبل 10 سنوات عندما حل في المركز الثالث. ختام نشرتنا الأخبارية وهذه أبرز العناوين. سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يؤكد أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد العديد من المفاهيم والقيم النبيلة. الأخريطيات يتخطى قطر ويضرب موعدا مع الريان في المربع الذهبي لكأس QSL لكرة القدم. الأكاديمية الأولمبية القطرية تحتفي اليوم بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي. ترتيبات خليجي 23 على قدم وساق، والاتحاد الخليجي يكثف من استعداداته لانجاح دورة الكويت. ختام هذه النشرة الأخبارية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.